السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في كلام في البيزنس. هنتكلم النهاردة عن المصاريف الثابتة والمصاريف المتغيرة، هنتكلم على نقطة التعادل أو البريك إيفن بوينت، وهنتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها الرافعة التشغيلية. إن شاء الله الفيديو يكون مفيد، بس يمكن يبقى طويل شوية، فمعلش استحملوني في الفيديو ده. أول حاجة عايزين نتكلم عنها المصاريف. المصاريف من ناحية المحاسبة الإدارية ممكن نشوفها كمصاريف ثابتة ومصاريف متغيرة. المصاريف الثابتة هي المصاريف اللي ما بتتغيرش نتيجة زيادة المبيعات، زي مثلا الإيجار أو المرتبات. ممكن مبيعاتك تكتر لكن بعض مصاريفك ثابت ما بيتغيرش. يعني لو حبينا نرسم المبيعات مقابل التكاليف بالجنيه مثلا، فهنقول والله إن مصاريف الثابتة زي الإيجار مثلا، هو لو كان 5000، فأنا لو بعت قطعة واحدة أو ما بعتش خالص هدفع 5000، لو بعت قطعة واحدة هدفع 5000، لو بعت 5 قطع هدفع 5000. فإجمالي المصاريف الثابتة لا تتغير بتغير المبيعات، لا تتغير بتغير المبيعات. الموضوع ده مش مستمر على طول الحقيقة، هو على انترفل أو على فترة معينة. بعد فترة تانية المصاريف دي هتزيد. اللي هو يعني إيه؟ يعني والله أنت حضرتك عندك مصنع، المصنع طاقته الإنتاجية مثلا 100,000 قطعة، فمن 0 ل 100,000 مصروفك الثابت تقريبا واحد، إيجار المصنع، الإهلاك بتاع المكن، المرتبات بتاعة العمال، تقريبا كلها مصاريف ثابتة تدفعها كل شهر، بصرف النظر انت انتجت 5 قطع او 1,000 قطعة او 100,000 قطعة. لو حبيت تزيد فوق الطاقة الانتاجية بتاعة المصنع، فانت محتاج تروح تجيب مصنع جديد او تجيب خط انتاج جديد بعمال جداد، فتلاقي ان مصاريفك الثابتة انتقلت لمرحلة اعلى شوية. فهي المصاريف الثابتة صحيح ثابتة، لكن هي مش مستمرة ثابتة الى ما لا نهاية. طب ده بالنسبة لاجمالي المصاريف الثابتة. طب المصاريف الثابتة دي بتتقسم على عدد القطع اللي اتباعت، فكل ما بتبيع اكتر القطعة الواحدة بتتحمل جزء اقل من المصاريف الثابتة دي. يعني انا عندي 5000 جنيه مصاريف ثابتة، لو ببيع 5000 قطعة فكل قطعة بتشيل جنيه واحد بس، لكن لو ببيع قطعة واحدة فالقطعة الواحدة دي هتشيل ال 5000 جنيه كلهم. فيعني نقدر نرسمها سريعا كده ان هي تبقى حاجة شكلها عاملة كده، كل ما المبيعات بتزيد كل ما المصاريف أو تكلفة القطعة الواحدة من المصاريف أو نصيب القطعة الواحدة من المصاريف الثابتة بيقل. تعالى نتكلم عن المصاريف المتغيرة. المصاريف المتغيرة شكلها عامل كده، كل ما المبيعات بتزيد المصاريف بتزيد، لو ما بعتش حاجة ما بتصرفش حاجة. المصاريف المتغيرة زي ايه؟ لو حضرتك بتتاجر فهي تكلفة البضاعة، كل ما هتبيع أكتر كل ما هيبقى تكلفة البضاعة، هتشتري بضاعة أكتر. لو مصنع بيصنع قمصان مثلا، فكل ما هيبيع اكتر او ينتج اكتر كل ما هيشتري قماش اكتر او خيط اكتر او زراير اكتر. فالتكلفة المتغيرة بتزيد بزيادة مباشرة مع زيادة المبيعات. احنا هنا مفترضين ان المبيعات والانتاج بيساوي بعض، كل اللي بتنتجه بتبيعه. طيب يعني اجمالي بقى المصاريف بتاعتنا شكلها عامل ازاي؟ اجمالي هو الاجمالي ده زائد الاجمالي ده، ده شكله عامل كده وده شكله عامل كده. لو جمعنا الاتنين على بعض هنلاقي حاجة طالعة لنا هنا كده شكلها كده. يبقى ده، نشيل بقى الاتنين دول اللي جم منها ده، يبقى كل ما انا ببيع اكتر، دي المبيعات، كل ما ببيع اكتر كل ما التكاليف بتاعتي بتزيد. بالنسبة للإيراد موقفه ايه؟ والله الإيراد لو ما بعتش مفيش إيراد، صفر. لو بعت شوية قطعة هيبقى عندي إيراد، قطعتين هيبقى عندي أكتر، 3 قطع هيبقى عندي أكتر، فتلاقي إن الإيراد عامل كده. ففي نقطة معينة إجمالي الإيرادات دي بتساوي إجمالي المصروفات عند عدد قطع معين. عايزين نعرف بقى عدد القطع ده يتحسب إزاي، لأن دي هي ما تسمى بالبريك إيفن بوينت أو نقطة التعادل، أو النقطة اللي فيها إجمالي إيراداتك تساوي إجمالي مصروفاتك. الشركة لا بتكسب ولا بتخسر. خلينا نضرب مثال بالأرقام، خلينا نحسب منه البريك إيفن بوينت أو نقطة التعادل. هنقول إن في واحد بدأ بزنس جديد، بزنس مثلا إن هو هيبيع قمصان، القمصان دي هيشتريها من السوق ويبيعها أونلاين. هياخد شقة إيجار مثلا ب 2000 3000 جنيه، وهيجيب معاه شخص واحد عشان يوصل الطلبات، مثلا مرتبه قول 2000 جنيه كمان. فهنقول والله إن الراجل ده عنده 5000 جنيه مصاريف ثابتة، يبقى كل شهر الراجل ده بيدفع 5000 جنيه مصاريف ثابتة. طب بيشتري القطعة، يبقى المصاريف المتغيرة اللي هو تمن في الحالة دي، تمن القميص اللي بيشتريه من السوق. هيشتري القميص مثلا ب 80 جنيه، والله هيبيع القميص ده سعر البيع هيكون 100 جنيه. عايز يعرف محتاج يبيع كام قميص
علشان يبقى متعادل، لا بيكسب ولا بيخسر. هنحسب الكلام ده ازاي؟ اول حاجه بنحسب حاجه اسمها contribution margin او هامش المساهمه. هامش المساهمه ده بيساوي ايه؟ بيساوي والله سعر البيع ناقص المصاريف المتغيره، بيساوي سعر البيع ناقص التكاليف المتغيره. اللي هنا هتبقى بالنسبه له التكلفه المتغيره هو السعر اللي هو بيشتري بيه، لان هو بيشتري القطعه كامله على طول، بيشتري القميص على طول، فهتبقى عباره عن 100 اللي هي سعر البيع ناقص 80، يبقى contribution margin في الحاله دي 20. طب هو عايز من ال20 دي يعوض ايه؟ المصاريف الثابته بتاعته. فهيقول والله انا علشان ابريك ايفن او علشان مصروفي يساوي ايراداتي، فخلاص انا كل قطعه ببيعها ب100 فيها 80 رايحين بيقضوا المصاريف المتغيره، يبقى لي المصاريف الثابته هغطيها من الهامش ده، من هامش المساهمه. يبقى ال20 دي هي اللي المفروض تعوض ال5000. هيقول والله انا لو عندي 5000 جنيه مصاريف ثابته عايز اعوضها من 20 جنيه في كل قطعه، يبقى انا في الحاله دي عايز 250 قميص. يبقى هو لو باع 250 قميص ب100 جنيه في الحاله دي هو هيبقى كيت. ال 250 قميص دول منهم 80 جنيه بيسدوا المصاريف المتغيره اللي هو ثمن القميص اللي بيشتريه ال 80، و20 جنيه في 250 قميص ب 5000 جنيه بيسدوا المصاريف الثابته، ويبقى كده احنا جبنا نقطه التعادل اللي هي البريك ايفن بوينت. طب نقطه التعادل دي خلينا نكتب بس المعادله بتاعتها، هي المصاريف الثابته مقسومه على هامش المساهمه. طيب هو بعد شويه الراجل ده قال لك انا مبيعاتي زادت، ما بقتش ابيع 250، لا ده انا ببيع ب1000 و1200 قميص و1500 قميص في الشهر، فانا ليه افضل اشتري القميص ب80 مع ان انا لو صنعته هيكلفني 50؟ فخد مكان اكبر واشترى مكن وجاب صنايعيه وبقى عنده بقى ايجار وكهرباء وضرايب، بقى عنده شويه مصاريف اكتر من قبل كده. فهنفترض ان هو مصاريفه الثابته زادت من 5000، هنا بقى بنتكلم على الوضع الجديد بتاعه، بقى عنده مصاريف ثابتة جديدة بتساوي 5000، 5000 جنيه مصاريف ثابتة. طيب والمصاريف المتغيرة بتاعته اختلفت، يبقى المصاريف هنبقى نقول المصاريف المتغيرة هتساوي، بدل ما كان القطعة بتكلفه لما يشتريها من السوق 80، دلوقتي هو بيصنعها عنده فبقت تكلفه 50 بس. وهنفترض ان السعر زي ما هو بيساوي 100. عايزين نحسب نقطة التعادل أو البريك إيفن بوينت. إحنا عارفين نقطة التعادل على طول هتساوي إيه؟ نقطة التعادل هتساوي إيه؟ نقطة التعادل هتساوي المصاريف الثابتة اللي هي 5000 مقسوم على الكونتريبيوشن مارجن أو هامش المساهمة اللي هو سعر البيع ناقص تكلفة القطعة أو المصاريف المتغيرة اللي هي 100 ناقص 50. في الحالة دي هو محتاج يبيع 1000 قطعة. يعني لما خد المصنع اللي حصل إن هو بقى محتاج يبيع 1000 قطعة عشان بس يكيت، مع انه الاول كان بيبيع 250 قطعه بس يكيت. فالحقيقه ان حصل هنا ان مصاريفه الثابته زادت، فبقى محتاج يبيع قطعه اكبر علشان يحقق نفس البريك ايفن بوينت او نقطه التعادل. طب هو عمل كده ليه؟ عمل علشان يخفض التكلفه المتغيره، علشان لما يبيع كتير قوي يقدر يكسب اكتر بكتير. يعني ايه؟ يعني هو عارف كويس انه لو باع عدد قطع اكبر من كده ارباحه في الحاله دي هتكون احسن من الحاله دي. ده بيسمى في البيزنس الرافعه التشغيليه. الرافعه التشغيليه ان انا بزود المصاريف الثابته بتاعتي في مقابل ان انا بقدر اخفض او اخفض تكاليف القطعه الواحده او المصاريف المتغيره. ده بيبقى مفيد جدا لما تكون الشركه بتبيع بحجم كبير قوي. عمل رافعه ماليه علشان في المستقبل لما يبيع كميات اكبر من كده هيبقى بيكسب اكتر. طيب خلينا نقول لو هو باع 1500 قطعه، عايزين نعمل حساب، نعمل بقى حاجتين هنا. نقول لو باع 1500 قطعة وهو بيشتري من بره، في الحالة دي هو هيكسب ايه؟ هيكسب 1500 مضروب فيه، عايزين نشوف ارباحه لو باع 1500 قطعة وهو بيشتري من السوق، يبقى 1500 قطعة مضروبة في المكسب بتاعه في القطعة الواحدة اللي هو 100 ناقص 80 ناقص 5000 اللي هي المصاريف الثابته. احنا هنا بنعمل المبيعات ناقص اجمالي المصروفات، فالمبيعات 1500 قطعه في 100 جنيه ناقص 1500 قطعه في 80 اللي هي المصاريف المتغيره ناقص 5000 جنيه اللي هي المصاريف الثابته. الكلام ده كله لو جيت حسبته هيطلع 25000. يبقى لو كان باع 1500 قطعه في الوضع الاولاني كان كسب 25000. طب لو باع 1500 قطعه في الوضع الثاني هتبقى 1500 قطعه
مضروب في 100 برضو ناقص، بس المرة دي ناقص 50، وبعد كده كل ده ناقص 50,000 اللي هي المصاريف الثابتة. الكلام ده لو حسبته هيطلع 25,000 برضو، يعني عند 1500 قطعة تساوى ان هو يكون عنده مصنع ومصاريفه الثابتة 50,000 بشخص تاني بيشتري من السوق ويبيع، الاتنين تساوي لغاية 1500 قطعة. بس انت دلوقتي قادر تشوف ان هو بعد ما يزود قطعة واحدة بعد ال 1500 هنا مكسبه هيبقى اكتر، كل قطعة هنا زيادة هتخلي مكسبه يعدي مكسبه لو كان لسه موجود بيشتري من السوق ويبيع. طب احنا كمان عايزين، طب احنا عايزين نعرف لو مبيعاته دي زادت 10% مثلا ربحه هنا هيزيد قد ايه وربحه هنا هيزيد قد ايه. طب لو زادت 20 ربحه هنا هيزيد قد ايه وربحه هنا هيزيد قد ايه. دي بتتحسب بحاجة اسمها degree of operating leverage او مقدار الرافعة التشغيلية. فنحسب الايه، مقدار او degree of operating leverage، مقدار الرافعة المالية، نسميها ميم ريه ميم، مقدار الرافعة المالية هتساوي، مقدار الرافعة المالية دي بتساوي ايه؟ بتساوي هامش المساهمة مضروب في عدد القطع مقسوم على مجمل الربح. طب الكلام ده هو ايه يعني؟ مش فاهمين. طيب هامش المساهمة، مقدار الرافعة المالية هيساوي هامش المساهمة. هامش المساهمة ده اللي هو ايه؟ اللي هو السعر، احنا هنا في الاسود، اللي هو السعر البيع ناقص التكاليف المتغيرة، اللي هو 100 ناقص 80 اللي هو يساوي 20، مضروبة فيه هامش المساهمة مضروب في عدد القطع. طب احنا هنا عندنا كم قطعة؟ 1500 قطعة، يبقى 20 في 1500 مقسوم على مجمل الربح اللي هو 25,000. يبقى تاني، مقدار الرافعة المالية بيساوي هامش المساهمة اللي هو سعر البيع ناقص تكلفة القطعة الواحدة من المصاريف المتغيرة، اللي هو سعر القميص جابه بكام؟ القميص باعه ب100 جابه ب80، يبقى هامش المساهمة بتاعنا 20، نضرب ال20 دي في عدد القطع اللي باعها اللي هي 1500 قطعة، الاتنين دول على بعض نقسمهم على مجمل الربح في حالة ال 1500 قطعة اللي احنا بنحسب عندها. الرقم ده هيطلع 1.2. يعني ايه 1.2؟ ده مضاعف. يعني ايه مضاعف؟ يعني بيقول والله لو انت مبيعاتك من 1500 زادت 10% يعني بقت 1650، فارباحك هتزيد 12%. لو مبيعاتك زادت 20% ارباحك هتزيد 24%، وهكذا. تعال نبص على الناحية التانية، لما كان عنده المصنع، لما كان عنده المصنع عايزين نحسب برضو نفس الحاجة اللي هي degree of operating leverage اللي هي مقدار الرافعة المالية، هتساوي نفس الحاجة هامش المساهمة. هامش المساهمة في الحالة دي كان 100 ناقص 50 ب50 مضروب في عدد القطع اللي هو 1500 قطعة، احنا بنحسب في الحالتين عند نفس عدد القطع، مقسوم على 25,000. الكلام ده هيساوي 3. بص بقى هنا الدنيا مختلفة ازاي. هنا مقدار الرافعة المالية بيقول لي ان والله في الحالة دي ان هو عنده مصنع، لو مصاريف لو مبيعاته زادت 10% بس ارباحه هتزيد 30%، لو عدد القطع عنده زاد 20% مبيعاته هتزيد 60%. 10 هتساوي 30، 20 هتساوي 60، 30 هتساوي 90. فيعني مثال، يعني لو كان هنا المبيعات زادت بعد ال 1500 زادت 20%، لو المبيعات زادت 20% قلنا الارباح هتزيد 24%، هتلاقيها طلع من 25,000 هتطلع ل 31,000. ده في حالة 1800 قطعة. وهنا لو عمل 1800 قطعة مبيعاته هتزيد 60%، فبدل 25,000 هتبقى 40,000، وهكذا. كل ما بعته هنا هتزيد كل ما ارباحه هتزيد عن الناحية التانية. عايزين نقول ان في حاجة اسمها رافعة مالية. الرافعة المالية دي لما بزود مصاريفي الثابتة في مقابل ان مصاريفي المتغيرة للقطعة الواحدة بتقل، ده بيبقى مفيد ليا جدا لو قدرت ازود مبيعاتي بشكل كبير، لكن في نفس الوقت هو مخاطرة اعلى، هو ريسك اعلى، علشان لو مبيعاتي قلت انا هخسر اكتر من لو كنت لسه مصاريفي الثابتة قليلة. على سبيل المثال هنا لما خد المصنع الجديد لو كان باع 1000 قطعة بس كان بقى مكيت، مع ان الالف قطعة لما كان بيشتري من السوق كانت بتكسبه، كان بيبتدي يعدي البريك ايفن عند 250 قطعة بس، لكن عند المصنع الجديد محتاج يوصل لالف قطعة. اللي عايز اقوله ان رافعة مالية مرتفعة ده مش مناسب ابدا لشركات لسه بتبدأ او لسه داخلة جوه السوق.
لأن بيعرضك لمخاطرة كبيرة جدا، لو ما قدرتش تحافظ على حجم مبيعات عالي هتخسر. فالشركات الجديدة عندها اللي يكفيها من المخاطرة، فمفيش ما يدعو إنك تزود عليها مخاطرة كمان في الـ operating leverage. لما الشركة بتاعتك تستقر جوه السوق ويبقى عندك حجم مبيعات مستقر بتحافظ عليه كل شهر، تقدر مع الوقت تزود مصاريفك الثابتة وتقلل مصاريفك المتغيرة. ده مفيد ليك جدا طول ما مبيعاتك مستقرة وبتزيد. شكرا لحضراتكم، لو الفيديو مفيد اعمل منشن لأي حد ممكن يستفيد منه او اعمل شير، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي.